عشية عيد الحب ب 14 شباط السنة، ما بعرف كيف بدها تكون الأجواء، بس بعرف إنه اللي عايش حالة الحب بيقدر كل يوم يعيشها ويطبقها ويترجمها للحبيب، للشخص اللي اختاره يكون شريك حياته ونصه الثاني. بس بضل في عنا هفوات بنرتكبها، كرمال هيك رح نصحح مسار تصرفاتنا ونعتمد على اتيكيت معين خاص بفالنتاين مع ضيفتنا ناتالي اندرابوس، مدربة اتيكيت ومهارات شخصية. هلأ ما بعرف ناتالي من بعد البونجور إذا رح نكون عرضة للتنمر، إنه حتى الفالنتاين بيكون تعملوا له اتيكيت، ما طول عمرنا نجيب الكادو ونهدي ونعزم ونظهر ويا هيك غدا عشاء على ضو شموع او على باب او بالبيت او بالشاليه الى ما هنالك. بونجور ايلي. بونجور. لا هيك مش متفقين. ناتالي. طيب ناتالي عم تسمعيني؟ ناتالي اذا عم تسمعيني فيك تنقلي من الواي فاي على الفور جي، اعملي معروف. تسمعيني افضل. انا بهمني هلا انت تسمعيني وتنفذي طلبنا. وين ناتالي؟ اوكي هلا انا سمعتك انا مزبوط هلا. اوكي فينا نتحول على الفور جي بليز حتى ما نتعرض حولت عظيم. يلا جريت عن جديد. صباح الخير. نعم. ناتالي اندراوس، اهلا وسهلا فيك كمدربة اتيكيت ومهارات شخصية. رح نحكي عن اتيكيت فالنتاين عند اللبنانيين. نعم، وبالتحديد بوقت الكورونا كمان، يعني هيدا عنصر اضافي. عنصر اضافي مزبوط مزبوط. وهلا في عندي كثير اسئله كمان سالوني اياها، اللي بيقدم كروتي هو ذاته الكات لعشر بنات، واللي الشاب اللي كيف بده يتعامل مع عشر بنات بذات الوقت يقدم لهم فالنتاين كيف. خساره بهيدا الظرف. مظبوط. فمثل ما كنا عم نحكي انه الفالنتاين هو واحد ليعبر عن حبه للشريك، او مش بس للشريك باي ذا واي، كمان انت الفالنتاين هو لحتى تعبر عن حبك لكل الاشخاص اللي بيكونوا بحياتك واللي انت فعلا بتحبهم من قلبك. يعني هيدي هون انا كنت عم بقول لهم انه في خبريه حلوه للاشخاص العزابه، بالتحديد في الصبايا كثير كانوا عندهم تعليق على الموضوع، والاشخاص اللي ما عندهم فالنتاين شو بيعملوا بهذا العيد. سو هو العيد الفالنتاين حقيقة المتداول أكثر شيء إنه بين كابلز، يعني بين أشخاص إنه بيكونوا مزوجين أو خاطبين أو مصاحبين، بس مش بالضرورة يكون إنه بس بين رجل وامرأة الحب موجود فيه. يكون الحب لصديقة إنه عبر لها عن حبي، الحب لصديق، الحب لا يعني ناتالي. كثير اشخاص موجودين. نعم ناتالي هيدي حجتنا، يعني حجه الاشخاص اللي منا مرتبطه، بس اذا بنرجع لمضمون الفالنتاين يعني القديس اللي كان عم بيجمع كل اثنين بحبوا بعضهم، بنروح ل يعني حالات الحب تحديدا. المحبه هي بين كل الاشخاص، وعلى سيره الاشخاص السنجلز بتصور كمان انعمل يوم لسنجلز يجتمعوا مع بعضهم ويقدروا هيك يصير في حلقة من التعارف مع بعضهم أكثر على أمل أنه تخلص بارتباط. خلينا نحكي شوي عن الاتيكيت اللي لازم نعتمدها السنة. من وين لازم ننطلق؟ من فكرة نخلق جو لنلتقى، أو الكادو أو انفيتيشن بظرف أنه كل البابات، كل النايت كلوبز، كل المطاعم، كل الكافيات مسكرة؟ هون الفكرة أنه السنة بما أنه في عنا اللوك داون وفي عنا قاعدين ببيوتنا ومش قادرين نتنقل ونظهر، والمطاعم حتى أنه مسكرة ما فينا نروح، وفي عنا نحن خلص تعودنا بعتقد على الموضوع الفيرتشوال، يعني صارت الأمور متاحة للجميع، كان عن طريق الزوم أو عن طريق عدة تطبيقات موجودة على السلولارات نقدر نستخدمها لحتى
حتى نعمل فيديو كونفرنس، نفتح فيديو مع شخص اخر. سو بما انه ممكن هذا اذا في شخصين عايشين انه بعيد عن بعضهم مش تحت ذات السقف، هذا الشيء هالسنه بيقدروا يستخدموه. بس كمان هون كمان حابه اقول لهم انه يلبسوا كانه رايحين يسهروا، يترتبوا كانه رايحين يسهروا ويفتحوا الفيديو كول لحتى يحتفلوا بهالليله المميزه ليعبروا عن حبهم لبعضهم. كمان من الامور اللي هي الاهداء، يعني عاده نحن كنا معودين بنهدي بالشخص للشخص الاخر. نعم. هالسنه ممكن هذا الشيء يكون انه مش وارد، مش رح نقدر نعمله. سو الفكره كمان انه صار في نحن كمان انه التاقلم بهذا الوضع، صرنا نستخدم الدليفري. سو فيك كثير تعمل انت تستعين بشركات الدليفري لحتى يوصلوا الهدية للشخص اللي انت بتحبه. كمان خلينا كمان نقول انه الفلاورز الزهور هي من الهدايا الحلوة والدائما الامرأة تنبسط يوصل ان كان وردة او 100 وردة. فالزهور اكيد هي من الهدايا الكلاسيكية بعيد الحب. كمان انا بدي اقول انه بالنسبة للعشاء، كنت عم تذكر انت انه قصة البابيت او العشاء على شاندال وهدول الامور معروفين اكثر شيء على فالنتاينز، هذا الشيء كمان ممكن نقدر نعمله نحن ثرو الفيديو كونفرنس الفيديو كول. يعني نحن فينا نحضر اكل او ممكن نعمل دليفري. هلا هو كمان افضل التحضير بصير الاكل انه كل واحد انه بيقعد بوجه الثاني. هلا بحال انه الكابلز اللي عايشين مع بعضهم، يعني نحن عم نحكي كل شيء هلا الفيرتشوال الاشخاص البعاد عن بعضهم، كمان بس الاشخاص اللي عايشين بذات البيت واللي كمان بدهم يحتفلوا بفالنتاينز، ما بيمنع كمان انه يترتبوا ويلبسوا يكونوا بكامل الاناقه بهذا النهار. كمان في نقطة أنه نطفي الخليوي بهذا الوقت لحتى نعطي كامل الاتنشن تبعولنا انتباهنا للشريك ولحتى نعبر له أنه نحن قديش هو بهمنا. هيدا إذا كنا يعني متواجدين شخصيا. مزبوط. طيب ناتالي، شفنا ببداية كورونا أكثر من حالة ارتباط من خلال الفيديو كول وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وحتى شاشات التلفزة بالأخبار. يعني في تقارير انعملت عن أشخاص طلبوا رضا الشريكة وقدمنا المحبس هو ببيته وهي ببيتها والأهل على الشرفات صاروا يزقفوا ويزلطوا وينبسطوا. إذا تعذر وجود المحبين مع بعضهم بفعل التباعد أو يمكن مناطق بعيدة أو عدم التجول، خاصة ما بعد الساعة 6 المساء، لأن نحن بلوك داون وحظر تجول على 24 ساعة بس استثناء يعني المنصة اللي ياخذوا منها التصاريح. صحيح. رح يكون في ترجمة للمشاعر من خلال هالشاشة الصغيرة. هي بس ما بتنقضي بس على هيدي الشاشه الصغيره اللي عم نحكي كفيديو كول، يعني دائما التعبير هو بيصير مزبوط اللي عم تقوله انت، دائما وقت يكون الشخص بالمباشر موجود حد منك تقدر بتترجم انت حبك له بطريقه يمكن اقوى. بس هذا الشيء كمان انه ما بيمنع الكتابه او حتى الفيديو كول، هدول الامور كمان بينقلوا المشاعر. هن الكلمات الاكثر شيء تستخدم هي لحتى تعبر عن مشاعرك. هلا في ناس يمكن عندها صعوبه تعبر وتقول عن حبها للشخص الاخر، بس صار في عنا كثير كذا طريقه نحن نقدر نعبر فيها. ممكن انه نلاقي شيء قصيده، يمكن نلاقي شيء غنيه نبعث له اياها نهدي اياها، يعني في كذا طريقه الواحد وقت بده يعبر عن حبه للشخص الاخر، وهذا الشيء كمان ممكن بالطريقه الفيرتشوال بالطريقه المرئيه. هون اخذتيني على سؤال ناتالي، عفوا على المقاطعه، يعني عم فكر بالسؤال وحضرتك قلت اللي قلتيه قبل شوي. كتار من الأشخاص بينتقدوا أحد الطرفين، يعني الحبيبين الشاب والصبية أو الرجل وزوجته، أنه بعده عن إذا بدك الأقوال المأثورة اللي معترف فيها. أوقات نفوت على الإنترنت منشيل قوله منحطه. المرأة بهمة تاخد إحساسنا نحن شو نكتب، حتى يمكن لو ما عنا موهبة الكتابة أو التعبير بتفضلها على أن نكون شايلينها على الإنترنت. هيدا هون يعني المجال اللي عم تحكي فيه حضرتك، قديه
مثل ما بتقولوا لنا، مثل بحلقه انا وياك بفتره الاعياد عملنا حلقه عن اتيكيت تناول عشاء الميلاد، وقلت انه لست البيت تبرهن عن محبتها لضيوفها بتعمل شيء هي طبخته بايدها، يا طبخه او على القليله جات حلو او قالب جاتو لان في روحها فيه. نفس الشيء بينطبق على اللي بدنا نكتبه. هذا اللي عم بتقوله مزبوط، انه الواحد دائما يطلع شيء صادر منه هو، لو انه كلمه بسيطه. يعني هي رح ساعدهم للاشخاص اللي عندهم صعوبه بالتعبير او بالكتابه، لانه مش كل الناس عندها هيدي الحب او الموهبة. الشغف موهبه وشغف، هو عباره عن شغف كمان بمحل معين. فدائما الواحد لحتى يقدر يطلع كلام هو، انت دائما بدك تفكر بصفاته للشخص، بقصص ممكن هو انت مش يعني يو ابريشيت، انت انه بتحب انه وجوده لهذا الشخص، شو هو السبب؟ يعني انت وقت بدك تعبر دائما فكر يعني هذا الشخص عم بيجيب لك السعاده باي طريقه، عم بيجيب لك السعاده، شو هي الصفات الحلوه الموجودين فيه. فينا نكتبهم هدول بقصص كثير بسيطه، يعني ممكن في يقول انه وقت بتوعي الصبح بتقولي لي بونجور، هيدي بالنسبه لقلب انه بتعمل لي يعني ات ميكس ماي داي. سو الفكره انه يعني الواحد لازم دائما يفكر بالشخص الاخر شو عم بيجيب له سعاده، او هو بشو بيشعر تجاهه وقت بيكون موجود معه، واذا غاب بحال غاب عنه هذا الشخص كمان، انه كيف انه الواحد بحس وبيعبر عن هذا الشيء. يعني كثير الواحد انه وقت اذا بيرجع بيعمل فوكس على الموضوع وبيفكر بيقدر يطلع معه كلام رائع. هلا بس بدي اقول لك الي لحتى ما نصعب للخبريه كثير، يعني انه يستعينوا بالقصص الموجوده على الانترنت، هذا الشيء مش غلط، بس انه ما ياخذوها مثل ما هي كوبي بيست، وما حرفيا وما يغيروا فيها شيء، وما يحطوا شيء انه بيرسونال تاتش من عندهم. يعني فين يستعينوا، مش عم نقول لهم انه ما تستعينوا، استعينوا بس فوت عليها، ترجعوا انتم شيء بيرسونال تاتش، شيء بالشخص للشخص اللي بدكم تعبروا عن حبكم له. طيب نتالي، اول شيء شايف وراك كأن ورتين حمر، عصدت حطهم اليوم. نعم ايه. يعني فالنتاين بلش بكير عندك، بلشنا من الليلة. منيح، عظيم. طيب عندي سؤال، ملاحظة أنه أنا وياك عم ركز دايما على دور الشاب بالاتيكات. صحيح أنه الشاب بده يبادر، بده يبعث لها بوكي ورد، بده يبعث لها كادو، يمكن يشوفها لايف، يمكن يشوفها من خلال السوشيال ميديا، أي جملة بده يختار، بيبعث لها غنية، بيختار لها هدية هي بتحبها. طيب الاتيكات بتفرض دايما على الرجل الشرقي تحديدا، لان احنا بالشرق، انه هو يبادر. غلط الانثى هي تبادر كمان وتعمل سيربريزات لحبيبها، لصاحبها، لصديقها، لخطيبها، لزوجها. اذا بخبرك انا شو عامل سيربريزات لها وقتها كنا خاضبين. لا هيدا اعطينا افكار، بركة الصبايا بيتحمسوا على حشتك. هلا وقت الواحد بده يلاقي طريقه بيلاقي طريقه، يعني هي اتس اول اباوت ذا ويل، يعني انت يكون في عندك النيه وواحد بيوجد الطريقه. يعني انا بتذكر من الامور واللي بعتقد انه يمكن من الذكريات اللي ما بتنتسى على عيد فالنتاين، رحت لعندهم، كنا بعدنا نحن خاطبين، رحت على البيت، انا سقت الموضوع مع امه لزوجي واخذت له وقتها كان جاكيت مع كرافات، وحطيت له اياها بعلبه، وعملت له حتى جيم يعني انه تو فولو لحتى يوصل خبيت له اياها للعلبه. انه مش بالامر الهين بده ياخذ الكادو، بده يتعب في مراحل بده يمشي فيهم. Exactly. So هلا هي فينا نحن دائما طريقه ما نوصل فيها رساله او هديه، دائما الواحد الكرياتيفيتي بتقدر انت تقدر تلاقي امور. يعني وقت انا بتذكر انه هيدي لانه الانكشس، يعني واحد يكون انه محمس انه في شيء عم حدا ما له موجود حد منه، عطيه انستراكشنز، عطيه تعليمات لحتى يوصل لشيء ما كان عارف على شو هو رايح. يعني صرت عطيتهم لوقتها لامه لزوجها، عطيتهم الانستراكشنز لها، قلت لها بليز عطيه اياهم وتو فولو ذيم. سو انه صار ماشي فيهم لحتى اخذت الشيء ووصلته مطرح ما كنت مخبيه الهديه. هيدي مثلا من الامور الواحد بيقدر يعملها، وانه تبسط الشخص الاخر، يمكن لو انه بالعلبه ممكن انه في شيء كثير بسيط، في شيء كثير انه منه كفاليو ثمين جدا، بس هي دائما النيه وكيف انت بتوصل حبك للشخص الاخر هي الطريقه، الا ما توصل الطريقه مش مهم الماديات.
ناتالي، كان قصدي من السؤال انه الاتيكات ما بتحتم على الانثى انها تكون مستته وهي ناطره الكادويات. اكيد لا، بالعكس كمان، يعني في اتيكات تتبعها الصبايا او الانثى بانها تبادر الى معايده الحبيب من كل بد، يعني مثل ما بيطلب من الشاب الامور اللي ذكرناها كالاهداء، كانه كمان ذات الشيء الانثى لازم تعمل هذا الشيء. يعني فيها تكتب كمان انه كلمه، فيها تعطي كارت، فيها كمان اكيد الهديه مفروض تكون من جهتها كمان، مش انه بس الهديه من قبل الشاب. حتى انه ممكن نحن بنستبعد فكره انه الامراه تهدي ورده لرجل، بس هذا الشيء كمان ابدا منه مستبعد. بالنتيجه شو ما هي الطريقه للتعبير عن الحب للشخص الاخر فينا نستخدمها وفينا نعملها، وهذا الشيء بده يصير ريسيبروك، يعني بده يصير من قبل الطرفين، من الانثى ومن الرجل، مش بس من الرجل. طيب اتيكات تقديم الهدايا للاحبه بهيدا الظرف، مثل فترة عيد الميلاد. بعيد الميلاد قلتي لي انه نشوف اذا بنعرف الشخص شو كاركتيره شو بيته او هو شو عايز بناخذ له هيدي الكادو، ولا لا يعني منجيب نحن الكادو اللي نحن منحبه، ولا الشريك اللي بتحبه او الشريك اللي بحبه؟ لا اكيد نحن بدنا نجيب انه شيء انه لإله شخصي او لإله شخصي، وشيء هو عاوزه او بيحبه. يعني مش انه نحن انه دائما بالاهداء، هذا ما بيختلف بالموضوع بكل المناسبات، انه دائما نحن ما نفكر بالشخص الاخر هو شو بده. بس كمان انا عندي هون لفتت نظر وطلبوا مني الصبايا انه بليز قولي لهم انه ما يجيبوا دبدوب. ليه قولك؟ صار عندهم كره للدبدوب، على فكره انه منه رخيص بقى على فرق الدولار، يعني الدبدوب اللي كان حقه 20 دولار صار حقه هلا بال 160 170,000. ممكن الدبدوب بيحصل مثلا عم نحكي باعمار صغيره تين ايجرز انه بيهدوا بعضهم دبدوب، ممكن هذا الشيء، بس انه وقت يكونوا عم نحكي ناس ادلتس فكره الدبدوب خاصه للامراه منا كثير محبذة. انا بخبرك انه انا مره صارت معي من قبل زوجي، كنا وقتها خاطبين، هلا هو كان جايب لي هديه بس انه حب اضافه للهديه راح جاب لي مش الدبدوب، هدول المخبات على شكل كور هيدي هيك مثل الفلوش، فوصل وعطاني اياها، وبدك تشوف فرحتي كانت قد ايه. اكيد فقستيه انه هو عمل افور ومفكر حاله عامل انجاز وعمل لك سوربريز، ردت فعلك اكيد يعني. وهو تعبان بالسوربريز لانه كنا رايحين نتعشى وكان منسق مع المطعم ليحط لي اياها، للجيف كان شيء ذهب ليحط لي اياها بالديسير، يعني ما غلط اللي قال ان كيدهن عظيم. صحيح، من هيك برجع بقول الواحد ما يستبق، يعني للاسف انه نحن بطبيعتنا البشر انه وي جادج، يعني بنحكم بسرعه. طيب من اختبارك ناتالي، وتحيه للستات يعني والصبايا صادقاتك اللي عم بيمرقوا المساج، يعني عم لطش الجار اللي تسمع الكنه، اذا كانوا احبابهم عم بيحضرونا هلا بيكونوا فهموا وبيعرفوا مين هن اصدقائك، الواحد معني فيها لا ما يجيب دبدوب. بس الفكره اللي كنت بدي اقولها انطلاقا من اختبارك، تذكرت كيف بدها تكون ردة الفعل، قد ايه كمان في اتيكات بردة الفعل في حال ما اعجبنا. يعني حضرتك قلتي ما حبيت الدبدوب او الكار اللي جيب لك اياه، طريقة البلوش منعبر منكشر من هيك بنرفع حاجب بنوطي حاجب، ولا منعض على الجرح وبنسكت وبعدين بنمرق له المساج او من المساج، منعد على الجرح ومنسكت على الموضوع، وبعدين من بعد ما تقطع المناسبه فينا نعبر انه ميرسي كثير على هديه، بس انه مثلا اذا ماني عارف وين بدي احطها مثلا بتوصل المساج، يعني انه اذا مش على ذوقنا الهديه، بس انه بليلتها الافضل الواحد ما يعكر المزاج مثل ما انا عملت بوقتها. يعني بتحرموا الواحد يجيب لكم كادو. هلا انا عم ساعد الشباب كمان، عم بهون عليهم انه خلصوا من هالمشكله وما تجيبوا كادو، اعطوهم محبتكم وبزياده. هيدا الشيء مش مزبوط دائما الكادو. لا اكيد عم نمزح.
هي فكرة الكادو بشكل عام حلوة بتفرح القلب، وكيف حال يعني إذا كانت الأجواء واللون الأحمر والوردي وغيرها من الهدايا. هون ذكرت لون الأحمر بعطاء، بالنسبة نحن عندنا التراديشنز دائما على عيد الحب بنلبس الأحمر. بس هون كمان حابة ألفت النظر المشاهدين أنه مش بالضرورة ينلبس يعني لون الأحمر ليلة فالنتاين، لأن صار كثير كليشيه. اكزاكتومون، بس الفكره انه لازم يلبس الالوان الكلاسيكيه، يعني اسود ابيض هن من الالوان الكلاسيكيه، او السيلفر مثلا مثل ما انا لابس اليوم، يعني الوان كلاسيكيه تكون، بس انه مش بالضروره اجباري يكون لون الاحمر. شكرا لك ناتالي اندراوس على هالاطلال اليوم. بذكر حضرتك مدربه سيم تو يو، ان شاء الله بتعجبك هديه زوجك. ما تعملي له مشكلة علي هلا بعد الزواج. لا هلا تعلمت. طيب اهلا وسهلا فيك، بنشوفك نكست ويك ان الله راد. باي باي. مشاهدينا رح نروح الى فاصل، من بعدها مع المعالج النفسي نضال صادق وموضوع جديد للحوار مباشرة على الهواء.